مستشفى. هاي تعال حرام يا حسن. اسيب مغزي من الكلبة. تعال شقاوة اطلع يلا. شقاوة شقاوة لو كان بيني. ما تخافيش روحي على هناك. روحي هناك. ممكن اعمل هاني وتعالي. حر اسود. ليه في حضنك بقى النهارده يا سيدي؟ ماما زمانها جاية جاية بعد شوية جايبة لعبوا حاجات جدا ادي اللي عشرناها ادي اللي حمرناها ادي اللي سلقناها ادي اللي كنا بس كنت مكتبها في ليلة كده ايه دي ايه دي ماما بس كده ايه دي ازاي خليكي بندوخ نوت انا ليا يلا خلينا نعمل استشهاد يلا راحت عند نوت انا بنت شهاب متخاف ايه راحة فين؟ راحة فين يا بنتك اه؟ بنتك اه؟ بنتك التانية يا شقاوة تعالي نط تاني نط تقولي خليه يدوهالي روحي يلا ايه طلب ماما؟ تعالي عايزة انام ليه؟ ها ها استنى نسمعها مع حاسب حاسب الكلب هتنزل رجسني هقول له ملبس تعالى شوف وهي مستمتعة بالأغاني وبنتها قاعدة فين؟ شغل كده يا ابن حاجة؟ أحلى سهرة النهاردة على السرير مع أوتال ويوسف وياسين وشقاو يا سلام لالي تعالي خدي هاتي يا زين السماعة بوسك اه امشيك مسطرة ايوه طبعا يا جماعة انا حابسه الكلبين دولت عبال ما خلصت كده الصوت ونضفته وحطيت اكل لشقاوة عشان هطلع شقاوة لوحدها تاكل وهحط الاكل لاوتيل لوحديها لان زي ما قلت لكم قبل كده الاكل المسلوق ما بينفعش لازم هي بتبقى لوحدها لان انا بسلق اكل الاوتيل ما بتاكلش ني انما لما لو دخلت الاكل معاها امها بتاخد الاكل منها زي ما انتم شايفين كده يا جماعه هي بتاكل الاكل اهيت وحاطه لها الشوربه بتاعتها هي بتحب تاكل الشوربه تشربها كده بتتحسن ان الشوربه بتبقى تخينه زي ما احنا شايفين كده اهو
امال بتاكل ايه بره؟ دي طبعا بتاكل لوحدها هي، انا حبسها لحد ما تاكل عشان تعرف تاكل براحتها، عشان امها بتاخد منها الاكل زي ما احنا شايفين اهو يا جماعه. طبعا يا جماعة قعدت تهبت وترزع علشان تطلع من البوكس عشان تطلع لامها، مش عارفة الكلبة دي لما تمشي من هنا هتعمل ايه من غير امها. تعالي يا وتاء. روحي الشقاوة، يلا روحي الشقاوة، روحي الشقاوة، اهي شقاوة اهي، روحي لها يلا اهي. اهلا مسا عليكم يا جماعه، يا رب تكونوا بخير دايما، كل سنه وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير يا رب كده دايما، ورمضان خير على الجميع يا رب. يا جبانة يا جبانة يا جبانة، اطلع بره الكلاب دي يا سامر. دي عارفة المكانة، بس كبت الحاجة على السلم. اقفل عليهم حلو. على فكرة انا بنصور حلقة على اليوتيوب. تتكلم ازاي يعني؟ غلط كده يا يالا. ما تستظرفش، ما تستظرفش ماما، تستظرفش كده توجع، توجعش. حرام يا حسن.